الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. بدءا ببدء كنحيوا والحمد لله رب العالمين كاع المواطنين على الالتزام ديالهم بالحجر الصحي، خصوصا هذه منطقة برانس. الحمد لله كان واحد الالتزام كبير وكل شيء واخد الاحتياطات ديالو. كنشكر الله عز وجل ان الحمد لله تفتحوا المساجد من جديد عاود، ونطلبوا الله تعالى من الساكنه انهم يلتزموا بهذا التباعد ويحترموا تعليمات السلطه لان في صالح الجميع، وباش ان شاء الله ياخر ان شاء الله ترجع الامور على سابق عهدها ان شاء الله. وهذه الاجراءات هذه الاحترازيه اللي عملت الدوله بكل صدق، يعني انها كتسبب واحد الازعاج شويه للناس، لان احنا متعودين على الحريه، ولكن لكل مقام مقال. هذه ظروف خاصه خصنا نلتزموا بها، التباعد والكمامه والتعقيم وهذا الشيء، هذه اجراءات واجبه يعني، وبلا بها ما يمكنش نتخطاو هذه المرحله هذه على خير. نطلب الله السلامه والعافيه. اليوم الشعور ديالي مزيان حيتاش المساجد تفتحوا، واخا بان عملوا الاجراءات اللازمه كقياس درجه الحراره والتعقيم واحترام التباعد الاجتماعي متر، وعاد حنا واخا حنايا ندوزوا هذه المرحله نصبروا معاها باش نتجاوزوا هذه المرحله الصعيبه ديال جائحه كورونا. الحمد لله على هذه البادره الطيبه اللي عطانا سيدنا، الحمد لله هاد الوباء اللي وقع هاد الشيء راه ماشي زعما يعني راه من صالح ديال الامه سيدنا محمد الحبيب، لان الانسان كفما كيفتح المسجد حتى ما كيفتح من الانسان حتى كيكون الانسان عارف علاش يفتح المسجد، لان باش ما يتاذوش الناس وبزاف ديال الحاجات الانسان باش ما ي... نعم كفما عمل الكمامات، الناس كفما ملتزمين الكمامه ديالهم، الناس اللي في الباب كفما كيعقموا منادم كيعبروا الحراره ديال الانسان ملي كيدخل للمسجد. المهم المسجد كتفهم كل واحد في الموطع ديالو، يعني كتفهم تيسع بين انسان واحد تيسع كتفهم بين المصلي ومصلي، والناس نايضين المهمه ديالهم كاملين في عالم رمى. والحمد لله السلطه ديالنا كامله هنا واقفه، الحمد لله كتفهم الامور كامله ماشيه مزيانه، لو بقى هذا الامور ماشيه الحمد لله هذا الشيء اللي بغينا يكون في هذا المسجد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.